اشتغلت كويس جدا في النادي، وانا ما كانش فيه يعني وقت ان انا اهزر وقت، لا انا كنت بستفاد بكل دقيقه مع اللعيبه الكبيره، مع اللعيبه المسؤوله، اتعلمت منهم مسؤوليه، اتعلمت منهم حاجات كتير جدا، اتعلمت منهم ان انا ما اخسرش، اتعلمت منهم ان انا لو لا قدر الله حصل حاجه ما اظهرش لما يجي الماتش اللي بعده اغير الصوره عند الجمهور، اتعلمت منهم حاجات كتير جدا، وده فعلا جيل عظيم يعني. المباراة كانت بقى جواز سفرك لجمهور النادي الأهلي. بالظبط كده، اول مباراه كانت بالنسبه لي كان تقريبا في كاس مصر، وشاركت وجبت جول تقريبا، دي كانت اول مباراه لي في النادي يعني. بتبقى البداية روعة لما بتشارك وبتسجل هدف، بتفرق سهم الأرض. دي حقيقه يا كابتن، نعم بس اللعيبه الكبار ساعدوني الامانه يعني. انا الكبار ساعدوك. يعني انا ابو تريكه علاقتي بيه قبل ما اجي يعني كان قال كلمه كده برضه، دي من ضمن الحاجات اللي خلتني انا يعني عايز اعمل اي حاجه عشان اروح نادي الاهلي. قال لي انا بحب اتفرج على بتروجيت عشانك، يا وانا كنت سلام. لسه دي خلتني جميل يا ابو تريكة، جدا جميل. جدا يعني، نعم حاجه محترمه نعم وحاجه مش هتتكرر تاني امانه يعني، على المستوى الرياضي او بره الرياضه الانساني. يعني، انساني او نعم بالظبط. اتعلمت منهم حاجات كتير جدا يا كابتن يعني، جيل عظيم يعني انت الامانه. بدأت تحس انك لعيب مؤثر في النادي الاهلي، انه خلاص بقى الحمد لله انا كده اتثبت، اقدامي بقت ثابته في الفريق، وانه الامور بقت طبيعيه، ويتقال لي يا كابتن وليد بقى خلاص في الاخر يا كابتن وانا في ببطل، الاخر. انت بتهزر؟ والله وانا ببطل، ياه. دي حقيقه. انا كنت حاسس ان يعني في اوقات كتير جدا وفترات كتير جدا ان انا لسه ما عملتش حاجه، ان انا مش عايز لحد يجي وانت لي بتبطل يا وليد؟ مش عايز يجي لي احساس اللي هو بطل انا عملت 38 سنة ما شاء الله، مش كده تقريبا؟ 37 يا كابتن او انت ماشي في ال 38. بالظبط يا نعم كابتن. ما كنتش عايز يوصل لي احساس الشبع يا كابتن، احساس ان انا لو انت عملت جايب في كده، اخر مباراة ليك جون، دي حقيقة مش يا كده؟ كابتن. حرس الحدود تقريبا، او لما كسب الاهلي كذا، كسبنا 4. آخر ما انت جايب جون بدماغك في الماتش الاخراني او الماتش قبل الاخير، يعني حاجه كده يعني. بالظبط يا كابتن. 4. هفتكر لك ماتش ايه دلوقتي. كان تقريبا ماتش الدخان تقريبا يا كابتن، شرقية شارع الدخان الدخان، برافو تقريبا. عليك، شارع الدخان. تقريبا ما كنتش عايز يوصل لي احساس يا كابتن الشبع، ان انا يعني بعتمد ان انا خلاص بقى ليا اسم واريح، لا هو في النادي والجمهور دايما عايز، ما بيعيش على رصيد، ما كنتش عايز اعيش على رصيد عملته، انا عايز افضل لاخر لحظه شغال، والحمد لله بفضل الله كان في توفيق كبير جدا من ربنا في كل الاوقات يعني معايا الحمد لله.